حياكم الله متابعي تربية الأغنام في تركيا. اليوم السابع من الرحلة ووصولنا إلى كوربوق. طبعا التصوير بشكل كامل قبل 15 يوم تقريبا، بس بسبب الشبكة تأخرت بالنشر. حياكم الله من وين ما كنتم عم تتابعونا، ربي يحفظكم جميع. هذا طريقنا راح يكون على باتجاه ذيك العلوة اللي اسمها جبلة، عفوا، اللي اسمها قرى بابا. طبعا هنا جينا على غابة كميران. هيك نكون خلصنا من كوربوق. الغابة تقريبا طريقنا بها راح من ثلاث ساعات ونص إلى أربع ساعات تقريبا. غابة كميران تقريبا ثلاث أرباع الغنيمة الرحالة تعدي منها، فمشان هيك من كاميران وغاد ما راح يكون في رعي زيادة، ولكن مع ذلك الحمد لله رب العالمين الرعي مقبول، لأنه غابة كاميران غابة كبيرة وممتدة بنفس الوقت، فثلاث أرباع الغنامة مجبورين يعدون من نصها من نفس الطريق هذا، يعني طريق ثاني زاد ما في. فمثل ما تشوفون قنم رايحة وقنم راجعة وضيع الطاسة، ولا كأنه استراد. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا بعد كاميران راح نصل سنجق، بعد سنجق قربابا، بعد قربابا تشاطما يولي. تشاطما زاد الطريق، زاد بنفس الوقت نركب على طريق سيارة نمشي الغنم. طريقنا يظل نهار كامل تقريبا، ولكن مناظر وأجواء ولا أروع من هيك. إن شاء الله بعد كم يوم سنجق قرى بابا، يومين أو ثلاث إن شاء الله، راح يكون اليوم العاشر أو اليوم الـ11 تشاطما إن شاء الله. يعني مناظر حلوة حلوة لدرجة يعني. طبعا انا هذه المره الخامسه او السادسه، المره السادسه اللي اروح بهذا الطريق، والمره الخامسه اللي ارجع بي، يعني رايح بي ست مرات ان شاء الله، بصفري بس ارجع اكمل ست سنين روح ارجع. هيك تكون خلصت غابه كاميران مثل ما قاعد تشوفون. طبعا رعي ما في، ونعجه هاي ولدت. سبحان الله، يعني الغنم المضاريع بس مشت وتعبت، اللي مقربة على أولاد تلد تلقائي يعني. طبعا هين فوتنا الغنم بقلب الغابة حتى انه تلقى شوي رعي وتشبع، لانه مثل ما قلت لكم اغلب الغنم تعدي من هين، فالوضع يكون سيء للغاية. طبعا هذاك الجبل اللي اشرت عليه هو قرى بابا، راح نصله بعد كم يوم. وهذا مكاننا اللي راح نظل بيه بالليل ان شاء الله. طبعا مركب عشاء انا واموري جيده، وهذا بعد ما ركبنا عشانا وزانت امورنا. هذه الغنم الثانيه، غنم جيراننا. طبعا الغنم هاي راح تظل معانا طوال الفتره اللي راح نقضيها بالجبال. وهاي الدنيا قامت تمطر، وهيك يكون انتهى يومنا اليوم. لا تنسونا بلايك والاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ودائما القادم أجمل إن شاء الله. حب كبير، محبتكم نكبر، ربي يحفظكم، قدم نلتقي إن شاء الله.